مرحبا اصدقائي شلونكم اتمنى تكونون بخير اهلا وسهلا بكم بفيديو جديد في قناه الاستثمار في العملات الرقميه بهذا الفيديو راح نتكلم عن افضل العملات الرقميه التي ممكن ان نستثمر بها بهذا الوقت اللي ممكن نحقق ارباح من خلال تخزينها وايضا نتكلم عن الاستراتيجيه الصحيحه للاستثمار وطريقة الشراء وكيف نستثمر الأموال بطريقة صحيحة في هذا الوقت طبعا في البداية أدعوكم إلى الانضمام إلى قناة التليجرام قناة التليجرام قناة تكميلية لقناة اليوتيوب ننزل بها معلومات وأخبار الرابط موجود في صندوق الوصف مثل ما تشوفون حاليا سوق العملات الرقمية يعني بانخفاض كبير طبعا وضع الاقتصاد العالمي لا يحسد عليه أثر الأزمات وأيضا الحروب يعني حرب الأوكرانية الروسية والصراع الاقتصادي السياسي العالمي أدى إلى انخفاض سوق العملات الرقمية حاليا الماركت كاب لسوق العملات الرقمية هو فقط 889 مليار دولار بعدما كان سوق العملات الرقمية الماركت كاب لسوق العملات الرقمية القيمة السوقية لهذا السوق كانت ما يقارب 2 تريليون و500 مليار يعني فقدنا ما يقارب 2 تريليون اللي هي 2000 مليار طلع من هذا السوق من سوق العملات الرقميه تخيلوا هذا المبلغ الكبير من المال اللي خرج من هذا السوق طبعا ادى الى انهيار هذا السوق طبعا الانهيار ليس فقط بسوق العملات الرقميه ولكن الاسهم ايضا طبعا توجد هناك احصائيات تقول انها اسوا نصف سنه خسائر ضخمه لاسهم التكنولوجيا مثل فيسبوك خسر نصف قيمته السوقية أمازون وشركة تيسلا أيضا خسارة أكثر من 40% أبل ومايكروسوفت خسارة أكثر من 30% وأيضا البيتكوين ما يقارب 60% انخفاض من القيمة السوقية. طبعا حاليا احنا في هذا الوقت نقدر نستثمر بعملات ممكن نحقق أرباح منها في المستقبل. طبعا أهم هذه العملات هو البيتكوين، طبعا البيتكوين هو الأب الروحي لسوق العملات الرقمية اللي نقدر نستثمر به في هذا الوقت يعتبر من أهم العملات الرقمية. بالرغم من الانخفاض الشديد اللي حصل في هذه العمله ولكن البيتكوين يبقى هو العمله رقم واحد في سوق العملات الرقميه. طبعا ايضا عندنا الاثيريوم يعتبر الاثيريوم من اهم العملات اللي هو ثاني عمله رقميه في الكوين ماركت كاب يعني تداول ما يقارب 10 مليار خلال 24 ساعه. على عمله الاثيريوم ماركت كاب جدا كبير لعمله الاثيريوم شبكه بلوكتشين الاثيريوم هي تقنيه يعني تقنيه جدا قويه غنيه عن التعريف ايضا تطبيقات لا مركزيه مبنيه على هذه العمله يعتبر الاثيريوم من اهم العملات الرقميه اللي نقدر نستثمر بها بهذا الوقت يعني عمله الاثيريوم حاليا سعرها هو 1106 يعني انخفاض حصل جدا كبير في عمله الاثيريوم وصل عمله الاثيريوم الى اكثر من 5000 دولار ولكن بعد انخفاض السوق وصل الاثيريوم الى تحت سعر 900 دولار يعني تقريبا قبل اسبوعين ايضا عندنا عمله البي ام بي عملة البي ام بي عملة منصة باينانس ايضا بلوك مبني عليه عملات رقمية كثيرة مبنية على عملة البي ام بي اللي هو بلوك البي ام بي سمارت تشين طبعا عملة بتطور مستمر عملة قوية مدعومة من منصة باينانس تعتبر من اهم العملات اللي نقدر نستثمر بها في هذا الوقت يعني افضل ثلاث عملات نقدر نستثمر بها في هذا الوقت طبعا افضل طريقة للشراء او طريقة الاستثمار هو تخصيص مبلغ معين من المال للاستثمار لا يؤثر عليك يعني مبلغ مستعد لخسارته كل شخص حسب امكانيته يعني تخلي مبلغ خلينا نقول مبلغ شهري على سبيل المثال مئة دولار يعني حسب امكانيتك اللي عنده عشر دولارات يقدر يخلي هذه العشر دولارات يقسمها على ثلاث عملات او عملتين على الاثيريوم على البيتكوين خمسة يشتري بخمس دولارات بيتكوين خمس دولارات اثيريوم يعني يخزن ويشتري كل شهر على سبيل المثال بعشرة دولار تحب تشتري يعني كل شخص حسب امكانيته طبعا هناك كثير من الاستراتيجيات في الاستثمار يعني اكو اشخاص يقول لك انا استثمر كل يوم دولار يعني في الشهر 30 دولار هذا مبلغ يعني مستعد لخسارته وما ياثر عليه حتى اذا خسرته اشخاص اخرين يعني يستثمر باليوم خلينا نقول 50 دولار ما ياثر عليه كل يوم خمسين دولار يشتري عملة معينة يقول لك هذا المبلغ أنا مستعد لخسارته وما يأثر علي يعني كل شخص حسب إمكانيته أفضل شيء في هذا الوقت هو تخصيص هذا المبلغ اللي هو يعني ما يأثر عليك ومستعد لخسارته طبعا هذا راح يكون استثمار على المدى البعيد عندما يعود السوق الى وضعه الطبيعي اكيد راح نحقق ارباح من خلال هذه الاستراتيجية في الاستثمار تقريبا كان هذا كل شيء لا تنسى دعم القناة بلايك وكومنت وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد مع السلامة